وقع مركز إكسبو الشارقة اليوم اتفاقية تعاون مع شركة KT Learning Resource India، الشركة الهندية المحدودة للموارد التعليمية، تهدف إلى تبادل الخبرات والمعارف والاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة لدى الجانبين في مجال صناعة المعارض التعليمية والمهنية. وبموجب الاتفاقية سيستضيف مركز إكسبو معرض كارير أوتساف، إحدى أكبر الفعاليات التعليمية ومعارض التوظيف في الهند، وذلك بالتزامن مع معرض التعليم الدولي الذي سينطلق في نسخته السادسة عشرة خلال الفترة من 22 وحتى 24 من يناير 2020، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة ووزارة التربية والتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص. وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر المركز من قبل سلطان شطاف مدير التسويق وتطوير الأعمال، وسيربال ديجيان المدير العام لشركة K2 Learning Resource India. الاتفاقية هذه تنص على أن تطوير معرض أو زيادة المشاركين اللي يجونا من الهند في معرض التعليم الدولي اللي بيقام في شهر 1/2020، الإضافة الجديدة اللي بتكون ما بس عدد المشاركين بيكونون أكثر، الولايات اللي مشاركة أو الجامعات من ولايات مختلفة بتكون أكثر متواجدة، وفي نفس الوقت بنسوي بعد اختبار للطلاب اللي هو يسمونه سايكومتريك تيست، اللي هو حتى خلينا نقول الطلاب يقدرون يحددون شو التخصصات اللي تكون مناسبة لهم. سعداء جدا بتوقيع هذه الاتفاقية التي تعد فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لتلبي احتياجات الطلبة والباحثين من خلال مجموعة كبيرة من البرامج الدراسية المعترف بها عالميا، كما إنها منصة عالمية للتعرف على آخر المستجدات المعرفية والتطورات التكنولوجية.